تاني. اه فاحنا النهارده محتاجين وردانيات من الدكتور عمرو ورداني في ازاي الاسره بقى الجديده دي اللي لسه متشكله بقى لها شهور او اسابيع او حتى سنين قليله تقدر تتعامل مع العيلتين، عيله الزوج وعيله الزوجه. فكره الحدود زي ما حضرتك تفضلت من شويه وقلت ازاي يبقى فيه الحدود وشكل الحدود دي ايه؟ اولا احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق قوانين كتيره في الحياه، وحتى لدرجه ان بعض الناس بيقولوا اللي بيحكم الحجر بيحكم البشر، بس انا ما بحبش كده، لكن بحب ان الله سبحانه وتعالى جعل الايات عشان نستطيع ان احنا نستفيد. في ثلاث قوانين لازم تحكمنا واحنا بنتكلم عن الامتداد بتاع الاسر، لان في شويه مفاهيم بتختلط. يعني مثلا على سبيل المثال في الامتداد الاسري يقول له يمتد يحصل الامتداد الاسري بس جوه ايه؟ جوه البيت، فلازم يبقى ابني يتجوز في نفس المكان اللي انا اللي احنا موجودين فيه. مش بتكلموا عن الامتداد الاسري ودعم الاسره للمتزوجين، يبقى خلاص يسكنوا معانا، فتتفتح مسؤولة مشاكل كتيره جدا 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 مم. جدا. فاحنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان الامتداد في الجواز اللي هو الامتداد العائلي ده لابد ان يكون مصحوبا بتطور الادوار. لازم الدور بتاع الاهل يتطور. يعني ايه؟ لازم يحصل فطام. يعني احنا لما بنكون في بيوتنا كتير من الاولاد بيبقى مسؤوليه ان الانفاق على التعليم والانفاق على الجواز والانفاق على كذا بيكون على الاسره، لكن لازم يحصل فطام بقى. فاكر حضرتك لما انا قلت لحضرتكم ان الجواز مش شركه وحضرتك ساعتها اختلفنا شويه وبعدين فانا شايف ان الجواز مولود جديد، بس مولود مفطوم عن الاسره الاساسيه اللي احنا بنسميها اسره المنشا. اسره المنشا دي بلا شك ليها تاثير على الاسره الجديده اكيد، وهذا التاثير يكفي. لكن انا أسوأ ثلاث حاجات بيعملها الاسره المنشا ان يتحقق حلمها في الاسره الجديده، فاعتبروا ان احلامهم اللي فاتتهم وافكارهم اللي فاتتهم واجب نفذها في الاسره الجديده. لا، في الحقيقه ان دي اسره مستقله عن اسرتنا. طب احنا ايه دورنا؟ احنا عندنا حنين، ده ابني خايف عليه، خايف عليه للست دي تأذيه، ده هو طيب وابن حلال وساذج وما بيعرفش اللي بيعرفوه الاولاد اللي زي دول، وهي ست قويه وشديده، فانا عامل ايه؟ فلابد اديله خبرتي ولابد اوعيه. خلي بالك وانت بتديله خبرتك انت بتمنعيه في اوقات كتيره جدا جدا من انه يعيش حياته بشكل طبيعي. هم والعكس هم بالظبط، انا بقول اهو، ما انا بقول اهو. وفي نفس الوقت الست بتعمل ايه؟ ام البنت ايه اللي حاصل؟ اوعي تاخدي قرار قبل ما ترجعي لي. فالزوج يحس ان هو ايه؟ ان هو مش متجوز زوجته بس، متجوز حماته. يا ريت متجوز حماته بس، ده هو متجوز حماته، هما الاثنين تحت الاحتلال احتلال حماته الحماوية، فحاسس ان هو فحاسس ان حماته هي المعتمد اللي موجود في البقاء، فهو ما يقدرش يعمل اي حاجه من غير ما يرجع لحماته. ففي اوقات كتيره جدا جدا بيحس بظاهره احنا رصدنا، انا راصدها في مركز الارشاد الزواجي، وهي ظاهره ماذا؟ ظاهره الانعزال عن الاسره. ينعزل يعني هو بقى عن الاسره ويسيبها هي ومامتها واخدين المساحات بتاعت البيت كلها، يقرروا اللي هم عايزينه، وهو يبتدي في الاعتزال الزواجي. يعني ايه الاعتزال الزواجي؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين اللي انتوا عايزين ده وتفضلوا. هل من الممكن ان الاسره تتدخل بشكل ايجابي في مساعده الامر ده؟ اذا حصل التطور فانتقلوا من مسؤولين الى مستشارين. ده عظيم، ده مفهوم ليه عظيم. طيب احنا عارف انا قلت مستشارين ليه؟ عشان بتبقى قاسيه قوي 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 على اسره المنشا، ان هي تحس ان اولادهم، ما انا برضو ما بدعمش جريمه ان ينفصل الاولاد تماما باسرتهم الجديده عن الاسره، عن اسره المنشا. ما هو ده هو ده التوازن اللي احنا عايزين نتكلم عنه، اللي انا سميته ايه؟ تطور الدور. تمام من تمام. مسؤول أيوة. الى مستشار. مستشار